انعقد عشية اليوم اجتماع عام لغرفة القصابين ببنزرت، وذلك بمقر اتحاد الجهة للصناعة والتجارة، خصص للنظر في ما يعتبر أزمة تسعيرة اللحوم الحمراء المحلية اللي اتخذته سلطة الإشراف، واللي اعتبروه يعني تقريبا جل الزازارة الناشطين أنه إجراء أحادي يضر بقطاعهم ولا يؤثر يعني في السوق حسب ما توقعته الوزارة. المجتمعين يعني اليوم واللي كانت النسبة بتاعهم تقريبا فوق 90% من الناشطين في القطاع هذايا، قرروا يعني في خطوة أولى بعد مناقشة يعني موضوع التسعيرة عدم التزود غدوة باللحم من سوق الثلاثة في بنزرت. وبالنسبة للزازارة اللي عندهم يعني بعض من السلع المزيد متوفرة عندهم، على أساس أنهم يكملوا إنهاء يعني ما لديهم من بضاعة قبل يعني انتظار رد فعل الوزارة في غضون 48 ساعة. عدم التزود يعني باللحوم بالطريقة العادية من أسواق الدواب خاصة هنا في جهة بنزرت قد يضر يعني بواقع ووضعية السوق في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وهذا قد يحيلنا على يعني إضراب لوح به اليوم الزازارة واللي كنا حكينا معه. الرحمن البجاوي رئيس الغرفة الجهوية للقصابين بولاية بنزرت. عقدنا اليوم اجتماع فيما يخص التسعيرة اللي قررها وزير التجارة بمفرده في تحديد اللحوم المحلية واللي حط معها اللحوم المبردة، لكن دي التسعيرة هذه ما تطبقش مع سوق الدواب اللي هي عرض وطلب، لذا عملنا اجتماع اليوم وكان حضور 90% من الزملاء، وقررنا في الدخول في إضراب مفتوح بالنسبة للتزويد. اليوم الثلاثاء اللي هو فيه سوق الدواب قررنا عدم التزويد لرمضان وعدم شراء أي علوش وأي عجل، بقى عندنا شوية اللحم في فريجيدارنا باش ننظفوا اللحم تاعنا ونقعدوا نستناو باش ننتظروا 48 ساعة باش تاخذ قرار الوزارة في التراجع في تحديد أسعار اللحوم المحلية. التراجع لكن احنا كقصابين مش نراعيو ظروف المواطنين مش نضحيو، لكن نضحيو ما غير ضجر، ما غير مخالفات، ما غير ما بوليسي واقف قدامك باش تبيع، باش نتعاملوا المواطن ونداو احرار في التسعيره، خاطر السوق عرض وطلب. بعثنا مراسله للسيد المدير الجهوي للتجاره ببنزرت للاعلام في محضر الجلسه، بعثنا لعنايه سيد الوالي للاعلام، وبعثنا رئيس الغرفه الوطنيه اللي هو الصادق الحلواني، وعلمناهم الكل باللي صار في الاجتماع. وكان الوزاره باش تاخذ قرار اللي هو يناسب التاجر ويناسب المواطن، كان ما خدتش القرار، راهي عملت قرار غلق مش قرار تحديد تسعيره. والسلام.